أعزائي متابعي قناة مستر عزت جيل المولة التعليمية، أهلا وسهلا بحضراتكم وتحياتي للجميع. النهاردة عن موضوعنا الضفدع الصغير، قصة لطيفة. قناتنا منوعة، فيها لغة إنجليزية، فيها تكنولوجي، فيها تنمية بشرية وتنمية مهنية. لو ما اشتركتش، لو سمحت اشترك وما تنساش نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. ايه حكاية الضفدع الصغير او ليتل فراج؟ كان في مجموعة ضفادع صغيرة قررت انها تقوم بمسابقة للجري. التحدي كان الوصول الى اعلى قمة برج. طبعا الحشود، الجماهير، كل من الضفادع اتجمعت عشان تشوف السبق وتشجع. وبدأ السباق. لم يصدق احد من الحضور أن أحدا من الضفادع الصغيرة ستستطيع أن تحقق التحدي وتصل لأعلى البرج. وكل ما تسمعه من الحشود هو: مستحيل، مستحيل، مش ممكن، ما ينفعش، أو لا يمكن أن يصل أي ضفدع إلى قمة البرج لأنه عالي جدا. وبدأت الضفادع تسقط من الأعياء واحد تلو الآخر، ما عدا تلك الضفادع المتحمسة والمليئة بالنشاط. وبدأت الحشود تصرخ: صعب، مستحيل، لن يصل أحد. واستمر سقوط المزيد من الضفادع الصغيرة، ما عدا ضفدع واحد استمر في الصعود إلى القمة، لفوق، إلى أعلى وأعلى وأعلى. لم يتخلى عن إصرارها أبدا، وفي النهاية سقطت كل الضفادع ما عدا صديقنا الصغير الذي نجح ووصل. وبالتالي أرادت كل الضفادع التعرف على هذا الضفدع ومعرفة كيف استطاع أن يصل. والكل سأل: من أين أتى هذا الضفدع الصغير بالقوة للوصول إلى أعلى البرج؟ عندها الكل اكتشف. يا ترى ايه هو السر؟ الضفدع الفائز كان، تخيل، توقع، اصم، دف، ما بيسمعش، لانه لو بيسمع كان سمع طبعا الجماهير وهي بتقول مستحيل وما ينفعش. الحكمة ايه؟ لا تصغي ابدا الى ميول الاخرين السلبية والتشاؤمية. ما تسمعش لأحكام الناس اللي بتحاول يعني تثنيك عن أهدافك وتقول لك ما ينفعش، لأنهم يسلبونك أحلامك الجميلة وأمالك التي تحتفظ بها في قلبك دائما. فكر درس تاني في قوة الكلمات، إن كل ما تسمع أو تقرأ يؤثر على أفعالك. لذلك كن إيجابيا، وفوق كل ذلك كن أصم عندما يقول لك أحدهم إنك لا تستطيع أن تحقق أحلامك. أحيان كتير لازم نقفل أذنا عن كل اللي بيتقال حوالينا. أرجو إن يكون الرسالة وصلت، وأرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتنشروا الفيديو حتى تعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.